صديقي الإنسان، إزايك؟ عامل إيه وأخبارك إيه مع الصيام؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهارده معانا تحالف قوي وكبير وشرس وعنيف، تحالف ما خدش حقه في الإعلام نهائياً، وبصراحة أنا مش عارف إيه السبب، يمكن لأنهم كانوا من كروجر مش من سابي ساند معقل الأسود، واللي بيكون مسلط عليها الإعلام بطريقة أكبر. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على تحالف مانتي مهل القوي قتلة الأسود. بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان، قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من سلسلة أساطير الأسود. صديق الإنسان، احنا دلوقتي هنطير بسرعة جدا لحديقة كروجر الوطنية في قلب أدغال جنوب أفريقيا، وهنرجع بالزمن 12 سنة لورا، وتحديدا بقى يوم 12/7/2010، وده اليوم اللي اتولد فيه 4 أشبال من أسدين عواجيز اسمهم مازيسي، وبعدها ب6 شهور اتولد الشبل الخامس من لبؤة تانية عشان يتربى ال5 أشبال الذكور مع بعض كلهم في زمرتهم. لكن بعد سنة ونص بالظبط بيتعرض الأسدين الكبار لهجوم من 3 ذكور جوالة، والذكور الجوالة الدخيلة بيقتلوا واحد منهم، والذكر العجوز التاني بينجح انه يهرب. ودلوقتي مصير الأشبال بقى معروف انه في خطر، وانهم اكيد هيتقتلوا بين أنياب الذكور الدخيلة. عشان كده الشبل الأكبر حجما فيهم واللي بعد كده هيكون القائد بتاعهم بيقرر انه ياخد اخواته الأربعة الباقيين ويهربوا بأقصى سرعة عشان يبدأوا مرحلة التشرد في البرية بدري جدا وغصب عنهم مش بإرادتهم. ال5 أسود قوتهم ظهرت في تحالفهم مع بعض، وفي مرحلة التشرد اتعلموا يصطادوا الجاموس الكبير بسرعة وبسهولة جدا، وبدأوا يكبروا في الحجم والجسم، وخبرتهم وثقتهم في نفسهم كل يوم كانت بتزيد. وفعلا بعدها بدأوا يصطادوا أفراس النهر والزرافات وحتى التماسيح، وكان الذكر رقم 2 هو القائد والمسيطر والأكبر في الحجم، وكل القرارات هو اللي كان بياخدها. يوم 5/6/2014 ال5 أسود كانوا سيطروا على قطيع إناث ليهم في بريتو ريسكوب، وما تردوش ال3 ذكور المسيطرين وقتها، لأ دول قتلوهم وقطعوا في لحمهم دليل على قوتهم الكبيرة. وبعدها سيطروا على المنطقة المحيطة بسد مانتي مهل واللي تسموا بعد كده باسمه، وبقى اسمهم تحالف ذكور مانتي مهل الخمسة. يوم 19/3/2016 كان تحالف مانتي مهل صال وجال في كل كروجر من بريتوريس كوب لحد سوكو كوزا، وسيطروا على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 50 كيلو متر تقريبا، والمساحة دي صديق الإنسان عشان أبسطها لك بتاخد بالعربية حوالي 2 ساعة. عشان كده كانوا بيقسموا نفسهم في المنطقة، 3 أو 4 منهم بيطلعوا يعملوا دوريات حراسة على حدود المنطقة، و1 أو 2 بيقعدوا مع قطعان الإناث والأشبال عشان يحموهم من أي خطر ممكن يجي عليهم. وسر قوة التحالف ده زي ما قلنا كان في حبهم ومشاعرهم تجاه بعض، كانوا دايما بيفركوا وشهم الجميل واللطيف سوا ويحضنوا بعض عشان مزاجهم يكون كويس. القائد والذكر المسيطر مانتي مهل 2 كان قوي جدا لدرجة انه كان بيطلع يصطاد الزرافات لوحده، وتسجله في مرة انه قدر يهزم 9 تماسيح جعانة وسحب منهم الجاموسة اللي اصطادوها بره المية في منطقة لايونز ساند. التحالف ده كان قوي جدا وبيتعامل بعنف لدرجة ان الخبراء بدأوا يشبهوهم بزمن المبوغ الجميل. ليه يا محمد؟ يعني هم كانوا بيعملوا ايه؟ صديق الانسان، التحالف ده ما كانش بيدخل في قتال مع الاسود التانية علشان الارض او الاناث، تحالف مانتي مهل كان بيتطفل على مناطق الذكور التانية عشان يقتلهم هم واشبالهم الذكور، وكانوا بيستمتعوا بقتلهم لذكور الاسود. ومن سنة 2019 بدأوا يعملوا حاجة غريبة جدا، كانوا لما بيدخلوا لأي مكان جديد ما كانوش بيقتلوا الأسد المسيطر أو الذكور المسيطرة، لأ دول كانوا بيشوهوه حرفيا وبعدين بيسبوه ويمشوا، وكأنهم قاصدين بالتصرفات الغريبة دي إنهم يبعتوا رسائل معينة. تحالف مانتي مهل حكم وسيطر على أكبر منطقة في حديقة كوراجر الوطنية، لدرجة إنها كانت بتحتاج أسبوع كامل عشان يتعمل عليها دورية حراسة واحدة، وال5 ذكور بقى ليهم أشبال في كل كروجر تقريبا. والغريب بقى صديق الإنسان إن 99% من الأشبال دي كانوا كلهم ذكور. يوم 13 أكتوبر/2020 التحالف قال إحنا خلاص حكمنا كل كروجر، ودلوقتي جه بقى الدور على سابي ساند. ومن هنا صديق الإنسان كانت هي دي بداية النهاية للتحالف. التحالف ده لو فضل في كروجر كانت ناس كتير هتقول انه اقوى تحالف فعلا بعد المبوغ، لكن من حظهم السيء انهم دخلوا القلب جحيم سابي ساند، وفعلا قدروا انهم يوصلوا بقوتهم لمنطقة ملا ملا جيم شرق سابي ساند، وقتلوا في طريقهم اكتر من 16 اسد. لكن صديق الانسان، مين بقى بيسمع زئيرهم وبيروح لحد عندهم؟ اخر تحالف انت ممكن تتوقعه. ايه ده، عرفتوا منين؟ هم فعلا برمنجهام بويز.
برمنجهام بويز اقوى واشرس واعنف تحالف ظهر من وجهة نظر الشخصية بعد المبوغو، وسبق وعملنا عنهم حلقة ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو، وقريب قوي هيكون ليها جزء تاني ان شاء الله. المهم ان اساتذة برمنجهام بويز سمعوا فعلا صوت زئير تحالف مانتي ماهيل ميلز وما كدبوش خبر فعلا، وقالوا يلا هوب بينا عركة، وقطعوا لهم كام كيلو متر وراحوا لهم لحد مالا مالا جيم بالليل. ومع اول ضوء فجر كان اختفى تحالف مانتي ماهيل من كل سابي ساند ورجعوا لكروجر من تاني، لكن صديق الانسان مانتي ماهيل لما رجعوا اربعة بس مش خمسة، واختفى القائد بتاعهم مانتي ماهيل اتنين، وبعد يومين لقوا جثته موجودة على رمال سابي ساند. تحالف برمنجهام تحالف اسطوري ووحشي، وقول عليه زي ما انت عاوز صديق الانسان. المهم ان بموت القائد بيستلم مانتي ماهيل اربعة والمعروف بعد كده باسم اورانج ماني قيادة التحالف، وبيرجعوا القطيع إناسهم في منطقة S21، لكن بينفصل عنهم الأخ الأصغر مانتي ماهيل خمسة، وبينضم الاتنين من أبناء إخواته اللي وصلوا لسن البلوغ، وبيشكل معاهم تحالف جديد. والتلات ذكور اللي فضلوا من تحالف مانتي ماهيل كانوا هم واحد وتلاتة وأربعة، واللي كانوا من مواليد سنة 2010، واللي في وقتنا دلوقتي كبروا في السن ووصلوا ل 12 سنة في البرية وحكموا أكتر من اللازم، وظهر لهم تحالفات أقوى وأصغر منهم، وده خلاهم يسيبوا معظم أراضيهم وقطعان إناسهم، زي قطيع إناس مخيم السهول وسد مانتي ماهيل ونهر الرمال ورينستوكوبيس وقطيع نوكوهولو، وبيقرروا إنهم يستقروا في S21 القطيع الصغير واللي هيدافعوا عنه لحد ما يموتوا. والذكر مانتي ماهيل خمسة موجود فعلا دلوقتي مع ولاد اخواته في قطيع اناس راينو برايد، واخر مرة اتشاف فيها كانت من اسبوع وكانوا كلهم في صحة كويسة. تحالف مانتي ماهيل عموما حكموا كروجر اكتر من 10 سنين كاملين لوحدهم، وقتلوا اكتر من 56 اسد في كروجر وسابي ساند، وخلفوا اجبال ذكور كتير زي ما قلنا، ومعظمهم حاليا شباب وعاملين تحالفات مع بعض، واشهر التحالفات دي تحالف اولاد السهول، وقريب جدا هيحكمهم كمان كروجر، واحتمال مواجهتهم مع ابائهم احتمال موجود فعلا وكبير، ومين عارف بكرة ممكن يحصل ايه، الله وحده يعلم، وكل شيء في عالم الاسود مستحيل انه يحصل بيحصل. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة أساطير الأسود. صديق الإنسان إيه رأيك في تحالف مانتي ماهيل؟ وهل فعلا يستحقوا إنهم يقارنوا بالمبوغو؟ اكتبولنا في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.